هزيمة واحدة عجلت بإقالة المدرب السويسري للترجي ميشيل دوكاستيل. الثنائي العربي زواوي واسكندر القصري يشرفان مؤقتا على حظوظ الترجي، ونبيل معلول يعود من جديد للحديقة به. ميشيل العربي زواوي واسكندر القصري اثنين مع بعضهم اليوم في بنك البدلاء باش يسيروا الفريق، وان شاء الله معهم زاد نبيل اليوم شفتوا معنا موجود هنا معنا، الا بنك الاحتياط ما هوش يقعد نبيل معلول ولكن موجود، ونهارين ذوما معناها براتيك مؤشرف على كل شيء. الترجي معناها في حاجه ليا حاليا، مباراه صعبه تستنى فيه، ما خديتش لحد الان الموافقه النهائيه من عند معناها مسؤولي الجزيره الرياضيه، ان شاء الله نكملوا المباراه هذه ضد النادي الرياضي البنزرتي، وان شاء الله بعد ذلك معناها نتحول ان شاء الله الى باريس باش نقابلهم، وان شاء الله ناخذ ونتمنى اني باش ناخذ الموافقه المبدئيه ان شاء الله. قمة اللقاءات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة إياب انتهت بانتصار نادي البنزرتي أمام الترجي الرياضي بهدف لصفر، والسيابي يقلص الفارق إلى نقطة واحدة على المتصدر الترجي. الشوط الأول من المباراة لم يرتقي إلى المستوى الفني المطلوب، وبين بالكشف أن غياب يوسف المساكني مجدي تراوي وخالد المولهي أثر برشا على مردود الترجي. يانيك نجانجي يسدد والحارس فاروق بن مصفى يتصدر. ردت فعل النادي البنزرتي تأتي بعد تسديدة أحمد محمود الزوي وكورته فوق المرمى. كورة من إيهاب المساكني في اتجاه يانيك، وفي الأخير الحارس فاروق بن مصفى يتصدى. من جانب النادي البنزرتي هاتين البارات ليوزع في عمق دفاع الترجي في اتجاه نور حاضرية يتجاوز الهيشري يسدد وكورته جانبية. الترجي يعود الهجوم، إيهاب المساكني يراوغ يتقدم يحضر ليانيك نجانك يسدد وكورته تصطدم بالدفاع وتتحول للركنية. والشوط الأول ينتهي على نتيجة التعادل السلبي بين الفريقين. الشوط الثاني ينطلق بتغيير من جانب السيابي، حسان الحربيوي مكان إيهاب المباركي، ودقائق عرفت ضغط نسبي لهجوم الترجي على دفاع النادي البنزرتي. مخالفة التنفيذ من خليل شمام وكورته فوق المرمى بقليل. الكامروني يانيك نجانج يروض يمهد لإيهاب المساكني يسدد وكورته ما كانتش بعيد على مرمى الحارس فاروق بن مصطفى. 74 دقيقة لعب، ركنية للنادي البنزرتي التنفيذ من أحمد الحران، وخالد القرب يرتكب الخطأ على المهاجم أحمد محمود الزوي، والحكم محمد بن حسان دون تردد يعلن على ضربة جزاء ويقصي لاعب الترجي. هاتان البارات لينفذ وينجح في افتتاح النتيجة. الترجي وراء البحث على هدف التعادل، وجدي بوعزي يسدد وفاروق بن مصفى على مارتيني يتصدى. ثم مخالفة يانيك يسدد كرة قوية وحارس السيابي بامتياز يحولها للركنية. أبرز لاعب في تشكيلة نادي البنزرتي السنغالي يوسف أمبينجي يسدد وكورته جانبية. لينتهي الحوار رقم 110 بانتصار النادي البنزرتي أمام الترجي الرياضي بهدف مقابل صفر. هزيمة هي الثانية على التوالي للترجي اللي عجز على الانتصار في الخمس مباريات الأخيرة. الشوط الأول كانت النسق كان نوعا ما بطيء، ما فماش هذا اللي نقصها، يعني نخلط ندخل 30 متر نتاع الفريق المنافس وانا نلعب الكره دو تون في نلعب دو تون، يعني يعطي اكثر وقت والفريق يخلى الوقت باش يصلح. ما فات في الشوط الثاني نزلنا ب يعني بتصليحات اكثر وتحكمنا اكثر في النسق، وكان النسق مرتفع. ماهر نجم نقولوا هذوما الماتشات اللي يقولوا عليهم ماتش سي بوان، تربح على الاكستيريور ونقص في الليكار ان بوان من ليدر. وي اون بو دير سا، نقصوا في الليكار ان بوان اللي قدامنا، ناخذوا 5 بوان اللي ورانا، دونك سي اون جورني ايجابيه بالنسبه لنا. سي ابي عملت ان تري بون ماتش على جميع المستويات، فنيا بدنيا تكتيكيا. كان ماتش صعيب، كنا مركزين من اول الماتش. بون سيمير خدم مليح الجماعه هذيا، كنا كونسونتري في لونترينمون، كي نكونوا مركزين في التمارين. نهار اليوم ميتون الاول تعدى شويه شويه، زي ميتون شديناهم، معناها كنا كونسونتري، لعبنا كورتنا اللي ما فينا نلعبوها، وفقنا ربي جاتنا بينالتي ماركيناها، وكنا كونسونتري نزفر الاربيتر.